تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. الحديث الآن يدور أن حيفا تتعرض للقصف، كما عرضنا مشاهد منذ لحظات عن هذا القصف، ويبدو أنه أصاب أهداف بعينها. كذلك أيضا هناك حديث من قبل مراسلنا في لبنان يتحدث عن أن هناك رشقات صاروخية تنطلق من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع إسرائيلية في الوقت الذي تتعرض فيه الضاحية الجنوبية، كما تظهر لنا هذه المشاهد من الضاحية الجنوبية، إلى قصف عنيف متكرر لمواقع سواء في منطقة برج البراكنة أو حتى في أكثر من موقع من الضاحية الجنوبية. فما الذي يجري في الداخل الإسرائيلي في هذا التوقيت دانا؟ لا محمد، كانت صفارات الإنذار قد دوت في حيفا وفي خليجها، وجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اعترف في هذه الإطلاقات، حيث قال بأن جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو حيفا، وبأن كان هنالك عدد من الصواريخ كانت قد سقطت في المكان. هذا يعني بأن منظومات الدفاع الجوية وعلى رأسها القبة الحديدية كانت قد أخفقت في اعتراض بعض الصواريخ، فيما سقط بعض الصواريخ في المكان. وتأكيدا على ذلك، مستشفى رامبام في حيفا كانت قد قالت بأنها تم استقبال 6 إصابات طفيفة بينها حالة متوسطة إثر سقوط صواريخ على حيفا. وحزب الله كان قد تبنى هذا الإطلاق، حيث قال بأنه أطلق طلية صواريخ فادي 1 على قاعدة الكرمل جنوب حيفا. كذلك الحال وتزامنا مع صفارات الإنذار التي دوت في حيفا، نتحدث عن صفارات إنذار تدوي في طبرية والمنطقة وبعض مستوطنات الحدود الشمالية، وهنالك إصابة بحالة خطرة جراء سقوط صواريخ في طبرية. هذه هي الأنباء الأولية. إذا نتحدث في المجمل عن حيفا، والتي كانت مستشفى رامبام قالت أنها استقبلت حتى الآن 6 إصابات جراء سقوط صواريخ في حيفا، وكذلك الحال هنالك إصابة لربما خطيرة كما تقول بيانات جيش الاحتلال جراء سقوط صواريخ في منطقة طبرية. الجيش الإسرائيلي في بيان المحدث الآن يقول بأنه تم رصد 15 صاروخا أطلقوا من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل، وجرى اعتراض بعضها. نعم، إذن كذلك أيضا حديث وسائل الإعلام أن هناك عدم قدرة الدفاع الإسرائيلي عن اعتراض كل الصواريخ أو معظم الصواريخ التي أطلقت من لبنان، لكن هل اتضحت بعض الخسائر الناجمة عن هذا الاستهداف؟ وهي الصور التي تعرض الآن على شاشتنا توضح حجم هذا الدمار بعد الاستهداف، استهداف صواريخ حزب الله لحيفا وطبرية وكذلك أيضا مناطق في الجليل. بالفعل كان هنالك مقاطع فيديو توضح حجم هذه الأضرار، وهنالك بعض وسائل الإعلام التي تؤكد بأن هنالك صواريخ كانت قد سقطت على مطعم في حيفا، وكان بجوار هذا المقهى أو المطعم أشخاص يتواجدون. لذلك نتحدث عن 6 إصابات تم نقلها إلى مستشفى رامبام القريب أو المتواجد في حيفا. كذلك الحال لربما نلاحظ في مقاطع فيديو أخرى إضرام نيران منبعثة في أراضي مفتوحة، وهذا يدلل أيضا بأن هنالك صواريخ كانت قد سقطت وفشلت القبة الحديدية في اعتراض معظم هذه الصواريخ، على الرغم من أن بيانات جيش الاحتلال تقول عكس ذلك، تقول بأنه تم اعتراض معظم الصواريخ، والتي تتحدث في الرشقة الأخيرة عن 15 صاروخا، ولكن هنالك بعض الإخفاقات من قبل القبة الحديدية، وهذا باعتراف من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنه لم يذكر أي أعداد لهذه الصواريخ التي فشلت القبة الحديدية في اعتراضها، ولكن واضح أن الحدث ما زال مستمرا، وفرق الإنقاذ والإطفاء تتعامل مع الحادثة حتى اللحظة سواء في حيفا أو في طبرية. طيب، فيما يتعلق باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، يبدو أنه كان هدفا مهما، لأن النيران ما زالت تشتعل حتى بعد مرور أكثر من نصف ساعة، بل هناك انفجارات تخرج من المكان المستهدف. هل هناك أي بيانات خرجت عن طبيعة هذا الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت؟ إذا كان استهداف الهدف منه اغتيال شخصية تابعة للحزب، أم مخازن
للأسلحة، كما جرى الحديث عن هذا الأمر في أكثر من مرة عندما يقوم جيش الاحتلال باستهداف المناطق الجنوبية في الضاحية الجنوبية تحديدا لبيروت. لربما حتى اللحظة لم تتضح التفاصيل بعد، وآخر بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلية الرسمية كانت في تمام الساعة 11:50 في توقيت القدس المحلي، وكان يتحدث وتتحدث هذه البيانات عن استمرار الأعمال القتالية سواء في قطاع أو استمرار الغارات الجوية في جنوب لبنان، ولربما هذا يتماهى مع قرارات الإخلاء التي كانت قد أصدرتها بيانات جيش الاحتلال إلى العديد من القرى اللبنانية في ضرورة إخلاء هذه المنازل التي سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها أو استهدافها بالغارات، عندما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سينفذ عملية محددة يقصد بذلك، ولربما نستدل من هذا المصطلح أنه يكون هنالك تنفيذ عملية اغتيال، ولكن حتى اللحظة لا بيانات رسمية لا من جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا حتى من وسائل إعلام رسمية إسرائيلية تتحدث عن تنفيذ عملية اغتيال، ولكن من الواضح أن جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة في الضاحية الجنوبية، هذا ما نستشفه من خلال تناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية لمثل هكذا أخبار، والحديث بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد طلب من العشرات من القرى والبلدات داخل العمق اللبناني في ضرورة الإخلاء وعدم العودة إلى هذه المنازل والابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر، هذا يدلل بالفعل أن هنالك نية إسرائيلية لربما لتوسيع هذه الغارات أو استهداف شخصية معينة في الضاحية الجنوبية.